كان ناويين تربحوا الكادو اللي يستنى فيكم لليوم، على خاطر كما تعرفوا استنستوا ظهر لي كل يوم خاصة المستمعين الأوفياء. ديما السؤال متاعنا على شنو نقولوا شنو نحكيوا في الأربع سوايع من موش تصباح، كالعادة ناخذوا تليفونكم آخر الساعة الرابعة. سينو الوقايد كالعادة دورة على أهم الأخبار اللي تنشرت وتبرتجيت برشا على لي ريزو سوسيو. تتسويت في تبع الجرة. تبع الجرة نبداو ساعة فيديو البارح دار برشا. الفيديو هذايا من ولاية نابل، شفنا البارح الفيديو تاع سائق الحافلة خط نابل الحمامات هبط من الكار جملة واحدة، ما حبش وخلى هيلة ومواسة وعريضة، ما حبش يكمل يسوق بالمواطنين. علاش؟ على خاطر واحد من المواطنين طلع من الباب القدامي في عوض الباب التلاني، دونك سكر الكار وهبط منها وقعد. وانا عجبتني كيفاش القاعدة متاعه، عرفتك اللي متغشين العباد قاعد لبرا، هاكم كتف دي متاع واحد متنرفز متغش كل ولايد الصغير ويرضيو فيه ويرضيو فيه ويودي هيا قال ملينا بش ناخد تاكسي والرمخة. والعباد مصالحهم واقفة والناس اللي ماشية تخدم واللي مروحة لديارها كبار حتى صغار. إيش أقولك حتى العباد من باربوية يا ما متوصلش سبوا يا أخي هو شوية لا شوية هذه يوميا نراها قاعدة تصير. إيه الناس مش منظمين. طب خلاص التالي وبلاصتو التالي، أنت جيت تبورب وبارامو يتبورب اللي يحب يطلع من اللي طلعوا كملوا من قدام، جيت تبورب تحب تطلع من قدام ما يمنعش الغياكسيون هذه، ما تنجم بس تعدي للمركز ولا تتصرف ولا تعمل أي حاجة، مش تهبط متغشش وعاملك ومنرفز ولا حاجة أخرى. ما تحلش أنت الباب القدامي، خلي ساعلين اللي في باش يطلعوا، حل الباب التلاني اللي باش يطلعوا الركاب الكل، ومن بعد حل الباب الأولاني باش يهبطوا الناس الكل. سهلة برشا معناها وتصير هي راي الفوضى وقلة الاحترام كسور الوقت، وإلا كيفاش تصير الحكاية طبعا من قدام ولا من تالي، هي راي تصير كسور المواطن كسور الناس زادة اللي في الكار. حتى المواطن زادة يدفع في ضريبة إنه ساعات يوقف بالقداش والكار تعمل روتار، هذيك زادة تنرفز تخلي الواحد على أعصابه يوخر على خدمته يوخر على داره، معناها الغلط يصير منه ومنه. رياكسيون هذيك ما كانتش عليش معناها باهي، هذا كنا في غش ولينا وليت فيديو يداولوا فيها العباد الكل ويحكي وشو شنو صاير معناها مش سو بوان كوميم. غشو صعيب لا شوف غشو واعر ذا اللي تحبوا ما تغشوش. اي اما زاد كيف معناها تعديش الحكايه هكاك، راهو معناها صحيح نضحكوا عليها احنا وضحكوا عليها العباد وهكا وشافوها رياكسيون مبالغه شويه، اما لازم كمان الشركه زاد تاخذ موقف وتتحرك في الحكايه هذه، على خاطر مش معقول كان كل شوفور باش يتغشش من ممارسه نتاع مواطن يسكر الكار ويهبط ويقعد ما يحبش يكمل يسوق بالعباد. أنا مش معقول على الحكاية. سؤال اللي هو إسكو هو مترسم ولا لا؟ طب كان يطلع مش مترسم الله أكبر هو تصور حب له عام آخر ولا لا عمل حاجة كيف هكا تصوره ويكون كان مترسم مال يد ليه غشه مش مترسم ظهرك ليه مش مترسم تلقاه مازال خدام عاطي ما عنده موسع بالي باله جوست ما تلقاه مازال كي مترسل البنك هذاك علاش كويس كويس. نمشيو للاخبار المواليه وشفنا التصويره ديجا ذكرش سحرورك الشاب التونسي اللي وقتها انقذ قطوس وعمل له عمل له ساقين هكا مش كان هذاك وقتها لا قطوس قطوس ولا ينجم يمشي، هو عنده إعاقة في ساقيه دونك رجعوا يمشي ولباس. ذكرتها ولا كشفت تصويره تاعو الشاب هذايا بعد ما اللي عملوا مع القطوس وقتها شفنا العباد الكل بارتاجيت وشيخت عليها وشكرته على كيفاش تعامل مع حيوان مع بكمه كيما كيكا. مرة أخرى هبط تصويرة ديجا البارح كيف كيف تبرتجيت برشا أنقذ اللقلق اللقلق كله الخشم طير اللقلق فوالا اللقلق هذاك زاد كيف كيف كان عنده كسر في ساقه وما عادش ينجم يمشي، تمكن البارح منه ابتكر له ابتكار جديد بعد ما كسر ساقه ديجا كان يدخلوا على الفيديو تيشوفوا كيفاش الساق نتاعو مضرور اللقلق، دونك البارح زاد كيف كيف أنقذ له حياته وخلاه يقادر مرة أخرى على أنه يوقف على سويقاته ويطير. ومحليه الإنسان اللي يبدأ هكا حنين على الحيوانات هي راهي تطلب محبة صحيح محبة وتوسيع بال. هو مقتنع خاطر القطط المضروبين في الشوارع أكثر من اللي تتصور،
وباش توسع بالك وتصرف مش سهل معناها انك باش تشد حيوان يا اما تداويه بالكده بالكده خاطر غاليين برشا بالحق لي فيتيرينير معناها باش تمشي حتى زريقه صغيره باش تعملها له بالغلا والكوا دونك واحد باش يوسع باله مع حيوان ويرجع له يرجع فيه الحياه كما نقولوا احنا برافو يعطيه الصحه بصراحه انت على من محبي الحيوانات انا ماكش ترى انت بس انا مؤخرا وليت لان نحب الحيوانات انا اختي ربيت قطوس دونك عائله كامله ولينا نحب الحيوانات خاطر يخليك بالبراءه نتاعو بتصرفاته وبضحك مش يضحكك شيخ ما تقولش عليك معاك صغير ما تقولش عليك عندك بيبي في الدار تربي فيه في غزرات وهكا حتى حد يعمل عزله مشومه والحيوانات سكين سكين ويدخلوا روحهم من غير ما تفيق انت ما هكا يدخلوا لك لقلبك من غير ما تفيق حتى يعمل عمله يغزر لك عرفتك بالبراءه هذيك تولي لا انا مثلا نعطيك اكزامبل رامون طب باش تعرف عمل عمله يعمل هكا راسه يميل هكا على اليمين ويهز يده يد برك مهزوز هذيك ماني مشيت تضرب عليها ماني اجى اضرب من طويك راني عامله ريت قداش ذكي الحيوان يهز يده هكا ويعمل ويهبط يهبط في راسه ويغزر هكا من تحت ومو شعره طويل هبط على عيني وراضي بالعقاب اي هذيك هز يده ماني خاطر نضربوه على يده ماني هكا ماني ما عادش تعود هذيك فهمت ماني صغير يهز يده ماني عامل عامله حتى ما فقتش بيه شلق على روحه نمشيو للاخبار الموالي جينا من القيروان بطبيعه ممارسات احنا كنا ديجا هذه مش اول مره اللي قاعده تصير في برشا من ولايات الجمهوريه وخاصه السمسره اليوم ولات وصلت حتى للاموات يا سحروره في ولايه القيروان في البارحه في اذاعه صبره فيم تحكي على سمسره متاجره في مقابر والناس اللي تخدم في المقابر يقوموا بالاستيلاء على القبور ويعاودوا يبيعوها من جديد يوصل السوم نتاعها ل 550 دينار معناها يخرجوا منها 100 ولا شي مش يخرجوا بتتخ ينجموا يكونوا فوق بعضهم ينجموا يكونوا بتتخ يوم العبد اللي ما ثم حتى حد فماش قبر خاطر مش القبور كلها تلقاها بانين عليها كم فوق هاك الرخام ولا كاتبين عليها الاسم ساعات تلقاها تراب عادي معناها ملايين هو ذاك هو ذاك الصحيح راه في دينا تقعد تراب خلينا بصحيح الدين الكل اما باش ما يبان ما يبانش برشا معناها مخلينا قبورات هكاك المهم انه ينظف تلقى هكا الحشيش اللي فوق الكل وبيخليها دونك تلفصون فوالا تلقاها فوق على معناها 100 على 100 متاجره بالاموات معناها لهنا تقول وين البلديه خاطر بطبيعه المقابر هذوك مسؤوليه البلديه فين الحارس نتاع المقابر خاطر كل مقبره اكيد فيها حراس دونك ولينا اللطف يا ربي نسمسروا حتى بالاموات و550 مع 550 نتاع شنو باش تشري قبر هي البلدية قداش تاخذ هي على القبر؟ هو الأيامات اللي فاتت لهنا في بلدية نابل وقت اللي زادوا في القبورة كان في 120 ظهر لي ولا 200 220 250 أنا ذكرش حتى في موتو يصرف ياسر معناها رفعوا فيها برشا زادت برشا العباد الكل تشكيت بطبيعة المواطنين ما ثماش علاش معناها ثم عباد راهي قليلة ثم عباد تتغصبر وتعرف الموت تجي على غفلة واحد ساعات يبدا مش عامل حساب ومعناها عائلات على قد معناها لا يزيد وجيعة قلب ولا يزيد معاها مصروف وهذا 550 علاش 550 مارشي نوار قبر مارشي نوار معناها شوف العباد وين وصلت بهم ايوا الناس هاي قاعده تجري تو انا جو مو دوموند تو البلديه قالت 200 مثلا هما علاش باش نشريو فيه ب 550 لوي بتدخل انت والبلاصه اذا ما بيت تحب بلاصه هكا قريبه في دماغ ولا نعرفش المنظر كيفاش والا قريبه من الباب ما يدخلش لداخل فوق شجره تظلل اي ولا هكا على جنب ولا بتدخ لا اله الا الله والله لا اله الا الله باهي نمشي وخلينا من ربي ربي حسيبهم كما تقول لا امي نمشيو للاخبار الموالي البارح فيديو زاد كيف كيف تبارتاجه برشا وتداولوها برشا هي من طبيبة مختصة في التخدير والإنعاش في مستشفى منزل بورقيبة في بنزرت حكيت على الوضعية متاع المستشفى على تصرفات مرأة تحسها تحكي قلبها معبي موجوعة على الأخر معناها من التخاذل متاع الإطار الطبي وشبه الطبي في الخدمة متاعهم يجيك ما يكملش السويع متاعه حتى كان يخدم السويع متاعه وشترهم يعديهم يا ما يتفرج على التلفزة يا إما يفضل لأن عجبتني منيرة السكرتيرة اللي تقلي في البليك اللي تقلي
وانا راه قليل البريك شربانية هذيك تحكي على رئيس قسم رئيس قسم كيفاش يسأل فيها على البريك عملت البريك والشربانية والشربانية شفتم معناها البارح البحاق الكلام اللي تقال اختير برشا ونعرف راهو معناها في اي مستشفى قليل برشا باش تلقى طبيب والا اطار طبي يخرج على السرب ويحكي على خاطر هما يغطيوا على بعضهم وتلقاه هكا ما يحبش يحكي ياسر في الكويزين انترن نتاعهم ويقول لك كذاك غطي على الاخر معناها كي يخرج طبيب ومختص والا اطار طبي ويحكي على موضوع كيف من هكا معناها راهو فلقط معناها راهو وصلت به للتوب معناها راهو قاعده تصير في ممارسات مش مقبوله بالكل بالكل دونك البارح ديجا تحل تحقيق في الموضوع هذا وان شاء الله بركه التحقيق يعطي مفعول نتاعو نحن تحقيقات في كل مؤسساتنا العموميه في كل بلاصه نلقاو نسمعوا بالتحقيق بعد ما نسمعوش بالنتائج نتاعو فين وصلت والتحقيق المشكله توا انا العباد الكل بشوي منضبطه توا أيه. كلها شغالة تخدم وتشد الريق أما اللي راهو شفنا منه الناس كل برشا ذي حكاية يجيو مخروا بيعاو مش نفطروا هاو باش نضجني يجي وقت المرويح احنا مروحين ثم معناه موجودين ممارسات هذو مش كان في منزل بردي ما هما المفروض ما يكونوش موجودين اي هذاك المفروض أما موجودين برشا موجودين أما غزمون فماش كون حكي جوست ما هي الحاجه الباهي انك تلقى عبد باش يحكي معناها يعاون وهو بيدو على الاصلاح صلح نعرف راهو برشا طب اطارات طبي نعرف ناقصين في كل مستشفى الا ما تلقى ناقص كسوى الفرمليه ولا طب والكل اما زاد ما توصلش اللي اني عندك وقتك حتى تخدم 6 سوايع ولا 7 سوايع هي اللي حسب ما تحكي طبيبه حتى اكثر من الوقت نتاعها وتجي من بعيد على الاقل كي تخدم السوايع نتاعك هذوكم اخدمهم قلب ورب قلب ورب فوالا باش حتى كي طالب من بعد انه يزيدوك اعوان والا حتى يزيدوك في السالير نتاعك يكون على حق هذوما طالبين بريمات وطالبين كل شيء اي هو الحاجه اللي توجع في القلب اللي احنا في تونس عندنا الكفاءات راه عندنا الكفاءات ما عندناش الامكانيات عكس برشا بلدان عنده برشا امكانيات وما عندهمش كفاءات واحنا عندنا زادت كركير برشا لا عندنا لا احنا سيبهم برك طيب كيما هذا تو دخل لهم حكايه شربه وبريك الناس كلهم موافقه نمشيو للخبر الاخراني سحروره واحنا كنا الايامات الكل هذيا لازم ما نحكيو شويه على البحورات وعلى الشيء هذا يجينا من برا في دوله اجنبيه كوبل معناها مهدد بانه يتحبس 6 سنين علاش يا سحر؟ على خاطر هز شويه رمل من نتاع البحر على الشط هز شويه رمل روح به روحوا به لداره باش يتحبس 6 سنين 6 سنين على خاطر اعتداء على الملك العموم معناها الهواء لازم يتحبس زي. ليه هو ما مش كيما الهواء عاده كيما رمل سامحني صح كيما الهواء يجي ما يهزش رمل يجي هواء قوي لا ذاك يهزنا احنا وما يحاسبوا حد لا تو كيما تدخل انت للسبيطار قداش هزوا ما نعرفش قداش الكونتيتي 40 كيلوغرام هي 40 كيلو شويه اي يما كمان معناها تصورها انت تصير في دوله عربيه ها في تونس احنا احنا حتى كان يهزوا الرمل الكل ما يفيقوش به كيما تدخل للسبيطار تهز ما حاجه ماتريال نتاع السبيطار تروح به تو مثلا لهنا في تركي ريتش وانت واحنا داخلين التركي ممكن ثم ما بين فيك الغابه وقت قبل ما تدخلها عملوش وينك الرمل بالحجر سدوهم الكلهم خاطر كانت غاديك ثم كتل نتاع رمل ولا شنو يعملوا العباد يمشيو بالكماين يعبيو الكماين بالرمل باش يبنيو بيه الناس الكلها واش عملت الدوله وليت عملت حجر معناها على طول الرمل الموجود غاديك والغابه هذيك باش ما عادش العباد تسرق على خاطر ولاو تلمو يسرقوا الشجر باش يطيح على في الطريق في الثنيه والعباد تجيب الكمين وتعبي معناها ما على بالهاش قلت الاستهتار اي هما عندهم الحق يعاقبوهم راهو اما مش 6 سنين وحبسوا عليه ماني خليهم باش يقعدوا ما عادش عبره لمن يعتبر عبره لمن يعتبر وزنوهم وزنوهم اكيد راهم شادوهم بالكمشه هما راهم شادوهم في زيارهم هذيك بقى باش يعملوا بها حاجه في الجنينه ولا اي اكيد هما باش يعملوا بها حاجه اما هذاك ملك العباد ملك المواطن سرقت الدوله سرقت المواطن ناس منضبطه ناس زيدوا معاه من عندي انا ما تلعبش
تلعبش. والله سي بيان والله قداش معناها عجبني انا الخبر على خاطر معناها الحاجه اللي يهزوها في عيني نحن تافهه تتسمى. اما هما عندهم القانون سي قانون معناها هو كرمال هذاك راهو معناها اليوم الانجراف اللي صاير شنو هو تلقاه آه. البحر ماشي ويقدم ماشي ويقدم دونك فوالا ماش فما حاجه كيف هناك كان انت تجي تهز 40 كيلوغرام والاخر يجي يهز 40 وغير 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 وصاي نقعدوا بحر من غير شط فوالا كانت هذه اخبار تبع الجره اليوم تبع الجره شويه اخر نرجعوا كالعاده جوي باش ينعوشكم يفرشكم يرجع لكم هكا نشاط.